كسر 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 المجمع ده. طيبهم طيبهم. شفتوا الأربع الألعاب هذولا منحتهم الشرف إنهم يكونون أول أربع ألعاب ألعبهم أنا على البلايستيشن 5 بالترتيب طبعاً. ثلاثية كراش، بعدين ثلاثية سبايرو، كراش الرابع، بعدين كراش السيارات. طبعاً سويت هذا قبل لا أدخل لعبة سبايدر مان. يا ابني وأنا مش زعلان والله، ما فيش حاجة كبيرة. أنت فاكرني زعلان؟ يا عم ما فيش حاجة يا عم. لازم هذا الألعاب الأربع، لازم يسروني أول أربع ألعاب. شوفوا الحين أنتم اللي شارين على البلايستيشن، تطلع عندكم شاشة تحميل زي كذا. لا إحنا عندنا SSD. طبعاً يعني بس من أول مرة يطلع الاستوديو المطور والشركة الناشرة. بعدين يعني خلاص إذا دخلت يعني اللعبة مرة ثانية وش تسوي؟ يدخلني هنا على طول. طبعا يعني هو المفروض تطلع شاشة لودينج اذا انا العبها على البلايستيشن 4. والله ذا بالقبر ذا، خلاص وين بلايستيشن 4؟ والله اقسم بالله شيء قديم ذا. المهم حطوها 60 يا ابن حلال. انا كنت كذا حاطها على 60 فريم. اوكي 60 هي. ايوه 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 خلاص كانوا حاطين يعني الدقة عالية بس الفريمات 30. حلوة 60. ماشي القطار، القطار يفرم باليد والله. حتى فتحت الباب أول مرة ترى الحبة. ايش شباب شفتوا الجوال لما يهتز علشان يعني جتك رسالة من الواتساب؟ نفس الهزة هنا تجيني إذا طلعت رسالة. طيب يا الله مايلز والله من الجزء الأول ذا. واو الباص بعد، الباص هنا. شدوا السنس هذه يا أخي، يد عجيبة. كانها ترد علي اللعبة تقول لا وش كراش سبايرو أول شيء لعبته ما أنت أجل يلا خبرك. عفوا والله بعد يا شباب حتى رفعت الكنب حسيت فيها باليد. ده جميل جدا سبايدر مان. طبعا ما في تختيم على فكرة. هساعدك. شكرا. تمام. طيب هتضيف سبايدر مان الجديد اللي هو انت الولد؟ اه ممكن، بس الاصلي المفضل ليا. ايوه فاهم. صحيح هو محل التاي قريب؟ ايوه علامه صفرة عند المبنى هتشوفها. شكرا، شغل حلو قوي. وسيب مساحه للعنكبوت الجديد احتياطي. يعني الا لازم تطلع انت جروسري بقالة. روح البقالة يلا. اي الموكب يا شباب، اذا مسكت اليد بيد والجوال بيد ثانية مع بعض يعني كذا، هنا بالواتساب هنا بالواتساب ما تقدر تفرق يعني وين الجوال يعني. هذا بيتر ظاهر صح؟ كيف؟ لا مو بيتر، هذا مايلز. يلا بينا. اهلا يا بيت، انا جاي لك. انا فوتت الموكب لسه، هما لسه بيأمنوا شويه مساجين. شعور حلو انك تشوف اللي هربوا السنه اللي فاتت وهم راجعين الرافت. حلو قوي الرافت كان مقزز بس متأمن. طول ما الاخطبوط مش لسه خطر زي ما كان. اتمنى والله يا شباب انا قربت شويه وهوصل.
قاعد احس بالحبال بعد باليد. بس ليش يعني احس ان الحركه هذه مختلفه عن الجزء اللي الماضي؟ ما ادري اذا كانت اكس ولا لا اللي يسحب. هذه الحركه انا اوكي. بالراحه هساعد سبايدر مان يحمي موكب السجن الكبير. انت قدها شهيق سفير. اهدى كده فوق البرج هنا. يلا وين بيتر؟ انت هنا؟ مخطف لي كوبايه قهوه على السريع. ايه اخبار اللي بتشربه؟ حلو جدا. تمام يلا بينا. ما يجيك مغص اذا قاعد تشرب كده. في طريقها بحموله. عالم يا هيليكس 2 شفناك. دي فعلا عمليه كبيره. اكيد مئات المجرمين هربانين من الرافت من سنه، بس دلوقتي هنرجعهم. الهليكوبتر مش مستعده خصوصا مع ضيف الشرف. في تشويش هنا. حد من اللي ساعد دوك اوك موجود هنا؟ تبون تحسوا لي انا احس فيه؟ طيب يكون النسر او العقرب. يمكن اضخم شويه. ماشي عندنا مشكله. حرام عليك يا راجل. شويه رحمه يا راجل، ما عندكش قلب؟ استنى يا اتصرف. ما في لا هذه معناتها عقل يا صالح. لا تقعد تقهر غيرك. خلاص اصير مؤدب. خلل في التوازن. دفع عطلانا. حتى الدوران حق المروح. الدوران كذا القوه بالمروح احس فيه. والله كل شيء كل حركه حسبه باليد. لا تتركه شعور طولي. والحادث بعد احس فيه. هيليكس 2 وقعت، مفيش اصابات، الشحنه تأثرت. فريق الاستجابه بعد، خليكوا ثابتين. بيت انا اسف، ما كانش قصدي. ما تقلقش الموضوع في ايدينا، بس محتاجين نتصرف قبل. قبل ما ده يحصل. هذا شايب لمقطع يا عناكب يا صغيرة. عشان كذا انا عارف. الله كبو. اركبوا بيتر. انا راينو معايا، بس لازم انت تسيطر على الهربانين. تمام يلا حنو. لازم اسيطر. نجري الدولة. مش هرجع لورا تاني. دي هربانين من السجن. في مرجحة. اصبر نفس الجزء الماضي. يا سلام والله العرق اللي رهيبة. نفس الجزء الماضي. ابلع والله نسيت انا بعض الحركات. اتمنى يعني احس ان التحكم يعني الضرب نفس اللي بالجزء الماضي كذا نفس الحركات. ابلع لك. ما تكسر. احنا سيطرنا. مش كده؟ تقريبا احنا سيطرنا. ما ينفعش خايف عمل بيت، محتاج اتصرف مع الوضع ده. عقدهم كده. خلاص لا تضغط على ار1. رميه حلوه. جاء الوحيد ده. انا ادري انه هذا من اعداء سبايدر مان. اسمعت ما عارف اسمه. اعداء سبايدر مان بصراحه مرعب شويه. يلا بعد نفس السر اللي يزود الصحه بعد نفس السر. الرئيس من قريب كده غريب. ده شغل ثاني. نعود وياه من ده اللي ممكن اقوله. يا سلام يا سلام. بحب لي قوي. واني كبيتر بجد. واو حلو المفاتيح معايا. يلا بسرعة لازم نهرب من هنا. مايل هحتاج مساعدة هنا. انت فاضي؟ انت متحمس لموسم الأعياد ده زيادة يا ألكسي. فاضي لا يصور. شوف الحادث اللي قاعد يصور بالجوال.
انت انا جاي لك. يلا 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 ده مش حلو. تعالوا يركبوا معه. خلنا نركب. يلا 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 خلنا نركب. أو آسف عيد سعيد. سبيد على مقياس. لحظة أنا نسيت الزر. أرتو يا ابن حلال. 10 عشان شدينا انتباه الناس كلها، 1 عشان ما منعناش التدمير. العناوين. وش فيه؟ العناوين بكرة هتبني جامدة. أوحش حاجة الهجوم من نشرات الأخبار، ده إحنا محظوظين قوي. وش سويت أنا؟ طيب وش سوى الدائرة؟ لازم ألحقوا لنا أصلاً. يا خبر حفلة الشتاء، أكيد الموضوع بدأ يبقى سيء فعلاً. يا أخي خلنا نصير صادقين، كريسماس وحفلة الشتاء. كريسماس والعياذ بالله. ايوه هساعدك. اوي تمام يا بيت، هتصرف. يلا 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 خلنا نركب بعد. اوه ثانيه مش طول. اوف قاعد احس بمشيته بعد. امسك نفسك يا عنكبوت صغير. سبايدر مان انا. كسر 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 المجمع ده. طيروا واحد ثاني المجمع كذا. ما تبقاش كذا قاعد الف على الناس يا شباب. لا 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 بحضورة. الحياة والموت بتسعدني. كريتيك جميلة. عفوا كلا يا سلام يا سلام. يلا 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 خلونا نذبح الطيري واحد هنا. اخر 6 اعياد كريسماس كنت محبوس جوه السجن وناوي استمتع باول عيد برا الفطار. ده تهديد ضعيفه دي. ده تهديد ضعيف جدا. شفت شكل التروفي؟ ممكن نقول انه غبي. يا جونا شكلك شايف مبهرك جدا. تهديد ضعيف وخاين ومجنون مختل. جري كان هنا. يسب هذا بابا نويلز. اهلا ماما. ايوه لبن بجوز الهند لسه بحاول الاقيه، اصلها مغامره نوعا ما. هو انت بتكذب؟ ايوه انا اسف بحاول الحق القطر. حبيبي بلاش تكذب علي، هات الحليب وتعال بسرعه. انت وانت بتروح؟ ها هذا جزاك، انا كذبت على امك. ايوه يا ماما بحبك. انا كمان بحبك. لو انك تحب شكله يعني امه ما تدري. انا بالطريق. هو سبايدر مان. انا جاي انا جاي بيتر انا جاي انا جاي بقى. احنا لازم ندمره بسرعه. تمام تمام هنعمل ايه؟ يلا بينا نزود الحماس. وحش 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 جدا. على التاك ده قابل للاشتعال. فلامابل قابل للاشتعال. انت كويس بيتر؟ وين راح؟ لا 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 انا كويس هتصرف. انا جاي لك استعد. اوكي تمام ممكن احتاج دقيقه. والله جيت ترقبت. طيروا كسر العمود الفقري. اي سلت دائره ربع. نصيحه للشرطه، يا ريت ما تجيبوش اربيجيات في موكب مساكين. او اقول لكم يا ريت ما تجيبوش اربيجيات خالص. ما اقدر اسوي دي الحركه مره ثانيه. مثلث مربع او لا دائره مربع مثلث. يا باشا انا بحاول اساعدكم. يا سلام شلون هي؟ لحظه 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 كاني سويتها مره ثانيه. اي لا تطلق علي الشرطه، انا قاعد اساعدكم. كان الطلقة منه جت علي. حسبني
ايوه سلام. اي هذه الحركه اللي كنت فيها نوعا ما يعني كنت عارف فيها. طير فخه. ناس كتير فوق. شكلك غلبان. ما والله الحركة هذه رهيبة خصوصا إذا كان يعني حولك دائرة من الأعداء. وش اللي فيه؟ يلا كنتني أيوة دائرة ومثلث مع بعض. وش هذه ألتمت؟ الوضع صعب أو فينيشر. ضرب نار بين الشرطة والمساجين الهربانين. يا ريت الشرطة تتراجع. هقدر أصمد شوية. بيت معتمد عليا لازم أوقف الرجالة دي. والله بيتر شكله بهدل. منتشرين على الجسر. اي رح 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 هناك. شف هذاك قاعد يطلق. وش وجال وحيد القرن هذا عمره ما بيرسى. لسه شفت حاجه. لعب 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 لعب. وانو هو اسر هدم. ايوه فقع روسه. انا محتاجها. صار بك انت ميتر. بيت استحمل انا جاي. وانو هنا لازم اتحرك. سبايدر مان تمام. بيت اصحى يا جدع. شكلي ببريح. سبايدر مان ده عطلان عاوز ابدله بواحد جديد. ده شكله هايل جدا. والله من ثقله يا شباب يدي قاعد تهتز لان احس بحركته. اخرج من هنا. احس بخطوات باليد. يدي انا قاعد تهتز لاني احس خطوات. ارجع. ايه ده؟ على البوكس ده. الحين لحظه البنو مربع. خلاص يا ابن الحلال. هو انا بعمل ايه بجد؟ قواعد كهرباء او توجيه الاشاره؟ انت تعيش بس اللي فوق على اليمين ديك. لا ما يصح انت. هذا الخيوط اللي عندي انا متوقع فوق على اليمين. الكلمات اطول من تحطيم وتفريغ. حاجه مش متوقعه خالص. لا خلونا نهج عنه. خلونا نهج. دور لي اي شيء اضرب فيه. ما اقدر اضرب ذا. لعب 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 يلا. شكله بعد عنه لين انتظر الفرصة هذه. يعني انا اضرب. اوكي عرفت. في تحت صحتي علامة برق يا شباب. اذا زادت هذه اضرب يعني الوان مربع. توني انتبه له. انتبهت لما تاخر. صرت خلاص. يا اخي الحركة اسطورية دي. عني انت خصم قوي جدا يا خاير. طيره طيره. انت مش هتوقفني شباب. والله الجلد اسطوري. فارق معاك؟ معلش ما قدرت يعني ما قدرت تحافظ عليها. هذه شو اسمه؟ ما اقدر يا اخي. خلاص انا اصعب كذا شوي. مو طبيعي.
هاي 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 يا سلام كان المفروض اني انا ازود صحتي اولى من اني ازود الحركه دي موتني يا سلام ان شاء الله خلاص والله الحركات بيتر لسه عايش تقريبا يعني اذا ميت يقول لا انا ميت ها شو السؤال لو سأله سؤال يعني افضل قال له انت بخير يعني احسن اما لسه عايش شو شباب واو بجد واو سايمون كريجر رئيس قسم البحث والتطوير في روكسون فرصة سعيدة وانت كمان آسف تقريبا الكرة بتاعتنا عندكم لا انت ساعدتنا لسه شارين المكان ده وكنا هنهدمه ونطوره بس انت سبقتنا بشكرك جدا انتوا الاثنين تقتلوا راينو لوحدكم انتوا جامدين قوي بقى شكرا بس هو لسه خطر احنا هنسلمه للشرطه يا شباب انت عارف افتكرت الجنود الخارقين دول التفاصيل الصغيره احسها باليد الكهرباء اللي يطلع يطلع على ده نداء الوجه مبسوط قوي اني قابلتكم مستقبل مشرق اهلا اقصد الكهرباء قاعد احس فيه باليد عنده حق يلا نخرج ونخلي الشرطه تشوف شغلها بس ايوه تمام قوي اوكي راحوا كهرباء حيويه واو بكل صراحه عندي غيره لا بص انا ولا حاجه جنب الاصلي ممكن نكمل بكره تحليل بسيط للفولت ايوه معلش كنت هقول لك اني مش هقدر ابقى موجود ما تحسون ان بيتر تغير شكله هنا انت بتهزر يا بيت صح لا يعني كان التعيد اللي بوجهه يعني طلبت اكون المصور بتاعها صارت اخر كانها كده اجازه شغل لينا كان ولد بالمتوسط اسمع ما افتكرش اني مستعد اطير لوحدي انا بوظت الدنيا النهارده قوي وقت الهليكوبتر بعد كده عملت شغل جامد وانقذتني يا مايلز مجرد حظ هي انا في الشغلانه دي من 8 سنين ومن غير دعم وصدقني بوظت الدنيا كتير قوي بس الواحد بيتعلم مش دي بيتزا هو ايه ده هديه كريسمس بس الاول لازم تأدي القسم طيب اقسم ان انا هبذل اقصى جهدي عشان المدينه دي اوعدك بس كده هذا وعد مو بقسم هو الوعد ده بجد؟ طبعاً أكيد ده مش لعبة عيال أشوفك قريب يا سبايدر مان ترى الأحداث هذه يا شباب بعد الجزء اللي سبايدر مان الوحيد في نيويورك بعد الجزء اللي نزل ب 2018 أنا سبايدر مان الوحيد هنا أوكي الظاهر بنختم أنا سبايدر مان الوحيد هنا انت هالمشهد ولا بلاش تبوظ الدنيا اوف يا شباب والله شعور رهيب اليد هذه اوكي خلاص ختمنا والله اللعبة اسطورية بسوي لها مقطع ثاني ترى ما في تختيم لان اذا سويت سلسلة تختيم يا شباب بيصير المونتاج سادح زي اللي بالجزء هذا انا داري انكم يعني بعضكم يعني استمتع لكن ما كان المونتاج فيها اسطوري بالجزء ذاك اللي ب 2018 التختيم يعني حقي لانه كان ساده ما كان يعني في حركات كذا بالمونتاج فافضل يعني مقاطع جيم بلاي عادي ما تصير تختيم علشان اقعد امنتج بمونتاج افضل يعطيكم العافيه سلام
Tick 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 t